عبد الباسط اتفضل. لأول مرة في تاريخ الدوري هيبقى بطل الدوري السنة دي هياخد فلوس، دي عمرها ما كانت بتحصل. قول بجد؟ اه، هو الرابطة والنائب احمد دياب بيخلصوا كده مع شركات راعية معينة. كويس قوي. انه يبقى لأول مرة في تاريخ الدوري المصري بطل الدوري ياخد مكافأة مادية وحاجة مش قليلة. عارف رقم؟ لا بس الرقم مش هيبقى قليل يعني. الرقم مش هيبقى قليل وبلاش اجزم بيه يعني لحد ما هم يخلصوه. يعني هو على كل، حتى لو في البدايات هو رقم غير الطموحات اللي الناس مستنياها، بس هي بدايه كويسه المفروض يتبني عليها. بالظبط يعني. يعني هو اتمنى. حلو حلو، خطوه كويسه. هم عايزين يعملوا مغريات للانديه كلها برضه، ولكن ان انت هتاخد مبلغ كبير. هيعملوا بطوله السوبر من السنه اللي جايه، ان انت تبقى اربع فرق اول وتاني الدوري، فبالنسبه لك هتبقى وحلو ده قوي كمان. بالظبط. وبطل كاس الرابطه وبطل كاس مصر، بجانب ان هم الرعاه لهذه المسابقه مستقلين. مستقلين او حتى لو فيهم راعي الاتحاد، بس هيدخلوا رعاه جدد. ايوه، لانه دخل الدوري غير بطوله الكاس والسوبر تبع الاتحاد والدوري تبع الرابطه. عشان اعرف ابيع بطوله السوبر لوحدها. بالظبط. فانت عشان تعمل ده كله هتدخل اكتر من راعي، فالفرق الاربعه اللي هيشاركوا هياخدوا ايضا فلوس ثانيه اضافيه. فبالتالي هم بيحاولوا لاول مره. احنا دلوقتي في شهر ابريل، 26 جوله ده عمره كان بيحصل في شهر ابريل. كويس. فاضل 8 جولات على الدوري. هم عندهم نيه ان هو قبل شهر 7 يكونوا مخلصين. علشان موضوع القيد والازمات اللي بتحصل. كويس. وقيد افريقيا والكلام ده كله. كويس. علشان الموسم اللي جاي يبدا بدري شويه. حسنات دي كتيره بتعملها الرابطه كلها يعني تضاف اليها. هو كل شويه بيشوفوا سلبيات بيعالجوها، وبيشوفوا الحاجات النواقص بيكملوها. فده مهم وكان ناقص عندنا. هي فعلا ان تاتي متاخرا افضل من ان لا تاتي، واحنا اتاخرنا جدا في القصه ديت.